الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شباب اليوم درسنا عن صناعة القرار الريادة. أخذنا اللي هو جزئية العصف الذهني. اليوم بدنا نطبق استراتيجية المائدة المستديرة. استراتيجية المائدة المستديرة معناها يا شباب إنه إحنا عندنا مشكلة، عندنا موضوع بدنا نناقشه. الآن بتحدد قائد للفريق للمجموعة، وبتحدد شخص ثاني يضبط الوقت 5 دقائق مثلا، والآن الثالث بيكتب، في قائد للفريق واحد بيكتب وواحد اللي هو بيضبط الوقت. الآن تمرر الورقة عليكم أنتم المجموعة بالمشكلة. احنا عندنا كم مشكلة يا شباب؟ عندنا مشكلة عدم توفر السيولة المناسبة، هذه المجموعة الأولى. انخفاض المبيعات، عدم توفر المواد الخام محليا، مواجهة زيادة الطلب على المنتج، زيادة تذمر العاملين، انخفاض إنتاجية العامل، عدم توفر الخبرة لدى العمال. هذه مشكلات يا شباب احنا بدنا نناقشها. كل مجموعة حتناقش واحدة من المشاكل. لما يكون معنا ورقة بنقرأ الورقة بنكتب عليها، انا بكتب عليها فكرة كيف نعالج المشكلة، بمرر لزميلي بيكتب إجابة. طيب زميلي خلصت البنود اللي عنده، بمرر الورقة للي بعد، بتضلها تلف الورقة لما نقول ايش خلصت الأفكار اللي عنده. ما بقول كل واحد مين عنده فكرة بقول له خذ، لا، كل واحد بتمر عليه الورقة عنده فكرة بيكتب، ما عنده فكرة بضل ساكت وبمرر الورقة عبين ما تيجي فكرة. ممنوع تقول لزميلك هذه الفكرة خطأ، ممنوع تقول تقرأ ايش كتب زميلك، ما تقرأ، انت فقط عندك فكرة اكتب. الآن بعد ما نخلص يا شباب بنجمع الأفكار وبنعمل عملية ايش قراءة وتنقية للأفكار عشان نوصل لفكرة احنا بدنا. وضحت؟ أما أنا ما مطلوب مني أقعد أناقش زملائي في الفكرة ابتداءً، أنا مطلوب مني تظل الورقة تلف في داخل المجموعة بدون صوت، وبدنا نشتغل بصمت، والورقة طول ما هي بتلف وإحنا قاعدين بنكتب. طيب والورقة بتلف إيش بتعمل يا أستاذ أنت؟ أنت بضلك تفكر إيش أنا بدي أكتب؟ إيش في فكرة أنا بدي أشتغل عليها؟ فأنت بتصير تشتغل وفق استراتيجية معينة، إنه أنا بقول مثلاً عندي قسم الإنتاج، عندي قسم للمالية، عندي قسم للتسويق، عندي قسم للمخازن، عندي عمال، عندي موظفين، عندي إداريين، هدول الناس كيف تشتغل عليهم عشان أحل المشكلة؟ فلما أنت تقعد تفكر بالطريقة هذه بيجي عندك كثير من الأفكار. لكن لو ظلتك تفكر بس في المنتج أنت مضيق زي اللي لابس نظارة سوداء وبيشوف المجتمع كله أسود. شيل نظارة عن عينيك وانظر للمجتمع على صورته الحقيقية. ما تنظر للمشروع من جانب عامل، العامل مش كل شيء بالمشروع. انظر للمشروع من جانب آلاف، انظر للمشروع من جانب أقسام، انظر للمشروع من جانب موارد مادية، آلاف ومعدات ومواد خام ومكان انتداع ومستلزمات وقرطاسية. انظر للمشروع من كل الجوانب، ما تنظر للمشروع من زاوية واحدة. وبالتالي أنا بجيب أكثر من إيش؟ من فكرة. فبصير أنا طول ما الورقة بتلف وأنا قاعد بكتب، طول ما الورقة بتلف وأنا بكتب، من وين تجي الأفكار؟ بالطريقة اللي أنا اتكلمت. الطريقة الثانية ما تكتب، هل زميلك كتبها ولا ما كتبها ما بعني. أنا بدي تكتب أفكار، أكتب بأسلوبك، أنت طارح الفكرة بأسلوب، وزميلك طارح الفكرة بأسلوب، أنت شايف إنه فكرتي زي فكرته؟ لا، أنا ما بقول لك فكرتك زي فكرته. لأنه عندما نيجي نسأله أنت شو بتقصد؟ حنلاقي فكرتكم شرقة وفكرتكم غربة. عشان هيك ما تركن زميلك كتب وهو إيش فاهم زميلك. لا، أنا بدي أكتب كل إشي بجول في خاطري بدي أضل أكتب. ليش؟ عشان أحصل على أكبر كم ممكن من الأفكار. وكل شباب ما كانت الخيارات الأمامي متاحة، كل ما كانت فكرتي رائعة. زي ما تدخل مول ومليان أصناف، تتحير إيش تشتري، هذا ولا هذا ولا هذا، غير لما تدخل محل في صنفين وثلاثة أو لونين وثلاثة. بتصير الخيارات اللي أمامك إيش مالها محدودة وقليلة. لكن لما أنا بتكلم قدامي طاولة مستديرة، طب تخيل أنتوا اليوم 4 أشخاص، لأنه إحنا صف وقادر أنا أعمل الطاولة المستديرة أكثر، بس إحنا تجنبا للفوضى، تجنبا عشان نضمن الصف أكثر وتكون الأمور على شكل المبسط. لكن في اجتماع كبير يا شباب للموظفين نعمل طاولة مستديرة عشان ما يبين مين القائد ومين المسؤول، تمام؟ وبنعمل ايش؟ بتصير الورقة تلف بشكل دائري. لكن انا اليوم في الصف ما بقدر اطبق الشكل الدائري في داخل الصف، لانه ما بقدر، اقول امكانياتي ما بتسمح ووقتي ما بيسمح. لكن لو انا توفر عندي ممكن انا اضم الطاولات على الجانب يا شباب ونعمل كرسي الكراسي بشكل بيضاوي او دائري في داخل الصف، وكل طالب يكتب
وتمر الورقة، تضلها تمر الورقة، مسافة ما تمر مسافة بعيدة بكون أنا جبت أكثر من فكرة. واضح؟ بكون جبت أكثر من فكرة وبكتب على الورقة. وكل ما بجيب أفكار بكتب، بتمر الورقة بنكتب كمية أكبر من الأفكار. ولكن هنا احنا على طاولة صغيرة لكن بنقدر احنا نطبقها بنموذج المصغر. أنا في الصف ماني معني أطبق الفكرة لأنه أنا ما قدامي مشكلة حقيقية. أنا قدامي مقترح لمشكلة وأنا بدي أطبق على الفكرة. أنا ما قدامي مشكلة حقيقية ومصنع وجايين وبقول لي أنتوا يا مدرسة روحوا جيبوا لي حل المشكلة. احنا قاعدين بنتعلم كطلبة ريادة وأعمال، بنتعلم كيف نواجه المشكلات وكيف نحل المشكلة، وبالتالي احنا بنحلها بأسلوبها ايش؟ البسيط، أسلوبها المصغر. فالطاولة المستديرة إنه احنا بنقعد أكثر من شخص على نفس الطاولة وكل طالب بيقدم فكرة من الأفكار، وبالتالي في نهاية الأفكار في نهاية العمل من الكتابة احنا بنيجي ناخذ افضل الافكار وافضل الثمار لها وبنكون احنا وصلنا لنتائج مرضية. عشان هيك يا شباب احنا الان نوزع اللي هو الاسئلة عليكم كمجموعات ونبدأ في عملية اللي هو النشاط اللي هو الاستراتيجية النائبة المستديرة. توقع الله يا شباب.